بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخذنا في الدرس الماضي ماذا؟ وين جالس؟ ماذا أخذ؟ شروط لا إله إلا الله. وقبل هذا نعم طريقة السلف مع القرآن، ترك حفظ القرآن أو الحفظ بلا تدبر ولا عمل؟ لا، في كل يوم تحفظ 10 آيات أو أكثر لا إشكال، وفي كل يوم تنظر في تفسير هذه الآيات وتستعين بالله على العمل. أي كتب التفسير نقرأ؟ ابن سعدي رحمه الله، فتح الله عليك. وهؤلاء هم الوسط. نعم، غير هذا. نعم، شروط لا إله إلا الله. شروط لا إله إلا الله، العلم بمعنى لا إله إلا الله، يقين، إخلاص، الصدق، المحبة، القياد، الكفر من الطاغوت، القبول والكفر بما يعبد من دون الله، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. نعم، طيب غير هذا. نعم، رأينا أن الشرط الأول أن العلم، العلم أي العلم بمعنى لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. طيب أخذنا ما يتعلق بالتوحيد وما يتعلق أيضا بالشرك وأمثلة على الشرك الأكبر وأمثلة على الشرك الأصغر. ثم بعد هذا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان الصلاة، وبدأ المؤلف بشروط الصلاة. من يذكر لي شروط الصلاة؟ نعم. الإسلام أولاً. نعم. العقل. أوقف. الإسلام. الإسلام ثم العقل. والعقل. والتمييز. والتمييز. والنية. والنية. و رفع الحدث وإزالة النجاسة دخول الوقت، ستر العورة دخول الوقت، نعم، واستقبال القبلة. الله يفتح عليك. طيب الإسلام والعقل والتمييز والنية، قلنا هذه الأربع تكون في كل عبادة، إلا أن بعض الشروط قد تتغير في الحج والزكاة. هنا الإسلام ضده الكفر، والعقل ضد الجنون، والتمييز، من هو المميز؟ من هو المميز؟ نعم يا أخي، هو الذي يميز ويفرق بين الأشياء. هل التمييز سن محددة؟ لا، لكن في الغالب أن ابن 7 سنين يكون مميز، فتح الله عليه. النية محل القلب والتلفظ بها بدعة. طيب قلنا ستر العورة أي أخذ الزينة، أخذ الزينة على 3 أقسام على ما ذكر ابن سعدي رحمه الله تعالى. نعم، عورة مغلظة ومخففة ومتوسطة. المغلظة المرأة الحرة البالغة تستر كل البدن إلا وجهها، وعند الأجانب تغطي حتى الوجه. العورة المخففة للفرجين، وهذا الذكر ابن 7 سنين إلى 10 سنين، وما عدا المغلظة المخففة متوسطة يستر من السرة للركبة مع استحباب ستر العاتقين وأخذ كمال الزينة. نعم، غير هذا من الشروط. نعم، رفع الحدث، أي حدث؟ الحدث الأكبر وكذلك الأصغر، فلو صلوا عليه حدث أكبر أو أصغر فالصلاة باطلة. أجلس. وغيره. نعم، دخول الوقت فلو صلى قبل الوقت أو تعمد إخراج الصلاة عن وقتها فالصلاة باطلة، إلا إذا كانت الصلاة تجمع جمع تقديم أو جمع تأخير وكان له رخصة في الجمع. نعم،
طيب استقبال القبلة في الفريضة وفي النافلة في الحضر، أما في السفر يصح أن يصلي النافلة حيث توجهت بالدابة أو الراحلة، وأما الفريضة لابد من استقبال القبلة. فتح الله عليك. نعم أخي. إزالة النجاسة. إزالة النجاسة قلنا عن ثلاثة أشياء، البدن والبقعة والثوب. لو صلى على النجاسة عالما بها وقادر على إزالتها فالصلاة باطلة، لكن إذا كان ناسي أو عاجز عن إزالتها فالصلاة صحيحة. فتح الله عليه. من يذكر لي أركان الصلاة؟ من يذكر لي أركان الصلاة؟ نعم. أركان الصلاة قلنا العلم إذا دخل مرتب بإذن الله، متى شئت يخرج مرتب. فلو تسأل طالب عن أركان الصلاة وقال لك أركان الصلاة السجود على أضع السبعة والتشهد الأخير وقراءة الفاتحة، تقول يا أخي اذهب واحفظ على ما رتب العلماء. نعم، الآن هذا الأخ إذا رتب الأركان حتى لو ترك ركن لا إشكال، لو ترك ركن لا إشكال يعني من باب العرض عليه هنا، لكن في الصلاة لا إشكال لأنه ذكر الأمور مرتبة، قد يسعى الركن لا إشكال في هذا، أي في ذكر الأركان. نعم. القيام مع القدرة. القيام مع القدرة، كيف نعرف أن هذا يقدر على القيام أو لا يقدر؟ إما أنه لا يقدر على القيام بالكلية كأن يكون نسأل الله السلامة العافية مشلول، فهذا يصلي جالس، القيام مع القدرة لا يقدر بالكلية، أو يقدر على القيام لكن يأتيه ألم شديد حتى لا يخشع في صلاته، فهذا غير قادر يصلي جالس. إذن القيام مع القدرة، القدرة كيف تعرف؟ بأن لا يقدر على القيام بالكلية أو يقدر لكن مع ذهاب الخشوع، لكن إذا كان يقدر على القيام ولو متكئ على عصا يقوم، إذا كان يقدر على القيام بمقدار تكبيرة الإحرام نقول لابد أن تقوم مقدار تكبيرة الإحرام، يقدر على القيام مقدار قراءة نصف الفاتحة مثلا نقول تقوم وتكبر الإحرام وتقرأ نصف الفاتحة، ومتى جاء الألم اجلس، وإذا وجد من نفسه نشاط يرجع ويقوم مرة أخرى. القيام، هل هذا القيام في الفريضة أو في النافلة؟ في الفريضة أم ركن؟ أما في النافلة إذا صلى النافلة جالسا فله نصف أجر القائم ولا إشكال والصلاة صحيحة، مفهوم؟ إذن يصح أن يصلي النافلة جالسا أو على جنب، لكن إذا كان يقدر على القيام في النافلة النافلة صحيحة لكن يأخذ نصف أجر القائم. طيب ما الفائدة؟ هذا هو الشرع، وقلنا تقول آمنت صدقت سلمت. ثم بعض الناس يجد من نفسه نشاط إذا صلى جالسا، يقول لو أصلي قائم قد أصلي ثلاث ركعات لكن إذا جلست أصلي تسع ركعات، نقول صلي تسع ركعات ولا إشكال. طيب إذا القيام في الفريضة ويصح أن يصلي النافلة جالسا مع القدرة، عرفنا أنه لا يقدر على القيام بالكلية أو يقدر مع ذهاب الخشوع، وإذا يقدر على البعض دون البعض الآخر الذي يقدر عليه لابد من القيام فيه. نعم. تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام. سيأتي معنا التكبيرات الزوائد وجميع التكبيرات، هذه تكبيرة الإحرام، هذه من الواجبات يأتي معنا. تكبيرة الإحرام. ثم بعد هذا.
قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة. يقرأ الفاتحة في السرية وفي الجهرية وفي الفريضة وفي النافلة وفي كل ركعة. يقرأ الفاتحة كاملة مرتبة بآياتها وكلماتها وحروفها وحركاتها، ولا يترك منها حرف واحد. هذا معنى قراءة الفاتحة في الأركان. يقرأ الفاتحة في كل ركعة، في السرية وفي الجهرية وفي الفريضة وفي النافلة، كاملة مرتبة بآياتها وكلماتها وحروفها وحركاتها. لو قال لك إنسان أنا أريد أصلي النافلة، وهذه نافلة أقدر أني لا أصلي، فما أريد أن أقرأ في النافلة الفاتحة، تقول يا أخي إما أن تصلي الصلاة كاملة أو لا تصلي. قال أنا محسن وأريد أن لا أقرأ الفاتحة. نقول من قال أنك محسن عندما تترك قراءة؟ أنت مسيء الآن هنا. نعم. طيب الركوع، الركوع الاعتدال بعد الركوع، ثم الاعتدال من الركوع السجود على الأعضاء السبعة، السجود على الأعضاء السبعة رفع منه، الرفع منه الجلسة بين السجدتين. لماذا هنا قال الرفع والجلسة وهناك قال الركوع والرفع منه؟ لأن قد يفهم من هنا عندما يسجد قد يرفع دون الجلوس ويقوم. نعم. الجلسة بين السجدتين الطمأنينة في جميع الأفعال. الطمأنينة، كيف نعرف الطمأنينة؟ قال تعرف الطمأنينة بأن يقول الذكر الواجب في كل ركن من الأركان. فعندما ركع قال سبحان ربي العظيم، حصلت الطمأنينة في الغالب. بين السجدتين قال رب اغفر لي، حصلت الطمأنينة في الغالب. نعم. الترتيب بين الأركان، الترتيب لا يصح أن يأتي مثلا بالسجود أولا ثم بعد هذا يركع. نعم. التشهد الأخير، التشهد الأخير خرج بهذا التشهد الأول. هذا إذا كانت الصلاة فيها أكثر من تشهد. أما إن كانت الصلاة كصلاة الفجر مثلا، هذا أي تشهد، أول أو أخير؟ ما حكم هذا التشهد؟ ركن. نعم. التشهد الأخير والجلوس له. لماذا قال التشهد الأخير والجلوس له؟ لأنه قد يتشهد ويقول صيغة التشهد وهو قائم أو راكع أو ساجد، والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة الإبراهيمية يرى أئمة الدعوة أنها ركن من أركان الصلاة، وهذا فيه أن الوهابية على ما يقول البعض يحبون النبي عليه الصلاة والسلام، فجعلوا الصلاة الإبراهيمية ركن من أركان الصلاة. أي نعم. طيب التسليمتان، التسليمتان فتح الله عليك. الآن سيأتي معنا، لا نريد أي سؤال في الصلاة حتى ننتهي، إذا انتهينا بإذن الله تجد أنه لا يوجد سؤال. نعم. الصبر في آداب طالب العلم. واجبات الصلاة، واجبات الصلاة. نعم. لا، الصلاة والسلام رسول الله. الواجبات ثمانية، جميع تكبيرات الإحرام، جميع التكبيرات عدا تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام ركن، بقية التكبيرات من الواجبات، إلا أن لدينا تكبيرات زوائد كالتكبيرات في العيدين والاستسقاء وفي صلاة الكسوف في القيام الثاني. طيب، أما التكبيرة الثانية في صلاة الجنائز والثالثة والرابعة، هذه الأربع تكبيرات كل تكبيرة تقوم مقام ركعة.
أما لو زاد وصح أن يزيد كما ورد في السنة في تكبيرات الجنازة على خمس أو سبع، فالزائد عن أربع تكبيرات هذا سنة. طيب، إذن عندنا التكبيرات تنقسم إلى أن تكبيرة الإحرام ركن، والتكبيرات من الواجبات عدا تكبيرة الإحرام. التكبيرات الزوائد سنة. يبقى معنا تكبيرات تعد من البدع، أنه يزيد على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذا معنا أن التكبيرات أربع، تكبيرة الإحرام ركن، جميع التكبيرات على تكبيرة الإحرام هذه من الواجبات، التكبيرات الزوائد من السنن، التكبيرات التي لم ترد هذه من البدع، مفهوم؟ نعم، امشي. قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد ما في إشكال. الآن قول ربي سبحان ربي العظيم مرة واحدة في الركوع هذا من الواجبات. لو قال في الركوع لم يقل سبحان ربي العظيم، قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ترك ماذا؟ ترك واجب. إذن الواجب هنا، انتبه لهذه المسألة، الواجب هنا أن يقول مرة سبحان ربي العظيم. لو قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي لم يأتي بالواجب، ويزيد بما ورد، يعني يقول مرة واحدة وجوبا سبحان ربي العظيم هذا اللفظ، لو زاد بما ورد يصح، وهذا من السنن، يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، صح؟ سبحان ربي العظيم يزيد وبحمده. نعم، في السجود يقول مرة واحدة وجوبا سبحان ربي الأعلى، ويزيد بما ورد. بين السجدتين يقول مرة واحدة رب اغفر لي، ويزيد بما ورد، رب اغفر لي رب اغفر لي. قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد خرج بهذا المأموم، ويقول الجميع إمام ومنفرد ومأموم ربنا ولك الحمد، إلى هنا الواجب، ويزيد بما ورد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لربي الحمد لربي الحمد. نعم، التشهد الأول خرج بهذا التشهد الأخير أو الثاني، والجلوس له، لأنه قد يتشهد أوقف أوقف ماذا قلنا؟ نعم، قد يتشهد وهو نائم أو جالس، صح؟ نعم صح، أجلس. بقي شيء؟ تحفظ الواجبات؟ شوية. يلا قول. قيام مع القدرة. الله يفتح عليك، أجلس. طيب، إذن أخذنا الشروط والأركان والواجبات. لو قال لك قائل أريد أن أفرق بين الشروط والأركان والواجبات والسنن، اختلطت علي، كيف أفرق أن هذا ركن وأن هذا واجب وهذا سنة وهذا شرع؟ بعض العلماء يقول العلم سبر وتقسيم وجمع وتفريق، هذا العلم، وغيره ليس بعلم. العلم سبر وتقسيم وجمع وتفريق. سبر وتقسيم، السبر يأتي ويقرأ في النصوص ثم بعد هذا يقسم، يقول أنواع التوحيد ثلاثة، يطلع على الكتب ثم يقول أن الصلاة هي شروط وأركان واجبات وسنن ومبطلات. أول شيء
سبر النصوص، جمع النصوص واطلع عليها، وبعد هذا قسم هذا العلم جزء. يبقى معك الجزء الثاني، جمع وتفريق. هذا الذي لا يفرق بين الأشياء ولا يعرف كيف متى تجتمع متى تفترق، هذا ليس بعالم، هذا كلام العلماء ليس بكلام. نعم، فالذي لا يعرف الكوع من البوع هذا ما يعني، نعم لا يعني. فعندنا الآن شرط وركن وواجب وسنة، نأخذ المسائل واحدة واحدة. قلنا السبر والتقسيم، نظر العلماء في نصوص الكتاب والسنة، هذا السبر، ثم بعد هذا قسم وقال عندنا الصلاة شروط وأركان واجبات وسنن ومبطلات. بقي معنا الجمع والتفريق، كيف تفرق بين الشرط والركن؟ سهل جدا، نفرق أول. الشرط خارج الماهية، خارج العبادة، والركن داخل العبادة، هذا فرق واحد. الفرق الثاني أن الشرط يمتد من أول العبادة إلى آخر العبادة، والركن في جزء من أجزاء العبادة. بالمثال يتضح إن شاء الله تعالى. الوضوء داخل الصلاة خارج الصلاة؟ شرط. نعم. طيب، لو انتقض وضوء إنسان في وسط الصلاة، الصلاة باطلة، إذن لابد أن يمتد الشرط من أول عبادة لآخر عبادة. لكن متى ما قال الله أكبر تكبيرة الإحرام انتهى الركن، متى ما انتهى من قراءة الفاتحة انتهى الركن. إذن فرقين، الفرق الأول أن الشرط خارج والركن داخل الماهية، سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة. الشرط يمتد من أول عبادة لآخر العبادة، أما الركن في جزء من أجزاء العبادة. اجتمع الشرط والركن في ماذا؟ اجتمعوا في أنه لا يقبل في ترك الشرط ولا الركن لا جهل ولا نسيان ولا عمد. لو جاء إنسان قال والله نسيت، دخلت في صلاة الظهر بلا وضوء، نقول صلاة باطلة، جاهل لا يدري. وجاءنا وقال والله أنا لا أدري أنه يجب الوضوء في الصلاة، نقول الصلاة باطلة. تعمد وصلى بغير وضوء، الصلاة باطلة. جاء إنسان وقال لم أقرأ الفاتحة في صلاة الظهر، نقول الصلاة باطلة. قال أنا جاهل، نقول باطلة. ناسي باطلة، متعمد باطلة. إلا ما مر معنا في شرط واحد، إذا صلى وعليه نجاسة على بدنه أو على ثوبه أو على المكان نجاسة ولا يدري بها وصلى، فصلاته صحيحة، والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وكان فيه عليه أذى. مفهوم؟ طيب، إذن اتفقنا على الجمع والتفريق بين الشرط ومن والركن. يبقى معنا التفريق بين الواجب والركن. سبحان الله، لماذا قلنا التفريق بين الواجب والركن؟ لأن الشرط خرج، أخرجناه الآن. نعم، يبقى من الذي يلتبس مع الركن؟ الواجب. الواجب داخل الماهية والركن داخل الماهية، صح؟ نعم. الواجب لا يقبل فيه عمد والركن لا يقبل فيه عمد. الواجب يقبل فيه الجهل والنسيان، والركن لا يقبل فيه جهل ولا نسيان. مرة أخرى، الواجب داخل العبادة وكذلك الركن. الواجب لا يقبل فيه عمد وكذلك الركن لا يقبل فيه عمد. الجهل والنسيان يقبل في الواجب ولا يقبل في الركن. بالمثال يتضح إن شاء الله تعالى. ترك التشهد، ترك، نعم أوقف أنت، ترك التشهد، حكم صلاة هذا ما حتكلم، أجلس إن شاء الله فقهاء. نعم، إذا ترك التشهد، إذا ترك التشهد الأول، نسأل، ترك التشهد الأول، التشهد الأول واجب،
حكم صلاة هذا؟ إذا كان ناسي أو جاهل فالصلاة صحيحة، متعمد فالصلاة باطلة. أما إذا ترك التشهد الأخير لا تفصل، تقول الصلاة باطلة، جاهل أو ناسي أو عامد، مفهوم؟ الحمد لله، فتح الله عليك، أجلس. طيب، يبقى معنا السنة، سنن الصلاة. السنة يقبل فيها الجهل والنسيان والعمد، لكن ترشد هذا أن لا يترك السنن. لماذا؟ لأن أنت ماذا تريد بالصلاة؟ تريد بالصلاة الأجر، فتأتي بكل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن إن ترك شيء فالصلاة صحيحة. نعم، مفهوم؟ طيب، من يذكر لي سنن الصلاة كاملة؟ بسم الله. الاستفتاح، دعاء الاستفتاح في الفريضة وفي النافلة، في الحضر وفي السفر، نعم، ولكن دعاء الاستفتاح يكون في الركعة الأولى فقط. نعم، ماذا يقول؟ يقول سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، تعالى جدك أي جلالك عظمتك، أو اللهم بارك.